بت البدري حبابك والله، هلا بيكي، هلا بالراكزة بت البدري حبابك مليار. على عمر حبابك والله. وعليكم السلام، مو صعب حبابك ابو وليد، حبابك محمد عثمان ابو نقم، هلا بك يوسف، هلا بك سيف سيد يوسف، هلا بك محمد، محمد هلا بك كرنجلي، هلا بك الصديق الرشيد سالم حسن بركات روضة ميرقني، مساء النور السرور شرف جاد الله ويسعدك يا غالي متوكل حامد الصديق حبابك والله، هلا بكم جميعا اخواننا. ياسر هلا بك، سليمان يحيى، حسن محمد عبد القادر بركات، محمد حميدة عبد الخالق، محمد عبد العمدة هلا بك، هلا بكم جميعا. الطاير حبابك والله العظيم، حبابك ألف التاج الطيب الطيب، حبابك قديم التاج ده قديم معانا هنا. فهد الشيخ ذكرتني بقى قصة قديم دي، قلنا لك دايما يعني الناس القدام فاهمين طريقة النشر، يعني لو خدتنا نقطة ساقط في الصفحة دي بيفهموها أكتر، ناس يعبون الناس الجدد. يعني الواحد ما بيحضر بداية القصة ولا تفاصيل، بيلقانا مستمرين في موضوع فتحناه وشغالين عليه شهرين، يجي يقول لك لا لا يعني احنا والله العظيم خلونا في المهم وخلونا في برنامج البلد. هو داير شنو؟ داير يعني مثلا اخبار الجغم فقط، ما داير يعالج وما داير الناس تتكلم في مواضيع غيرها. نحن لو ما كشفنا المدعونين والمتربصين وكشفنا الناس اللي بيحفروا من تحت والقواصات، يبقى الفايدة شنو يعني؟ نعمر وغيرنا يدمر، يعني الفايدة شنو؟ ناس شغالة و بتدفع في ثمن غالي يوميا شهداء ويوميا جرحى، وعندنا عدد كبير من الأسرى وناس قاعدين في مناطق سيطرة الجيش وقاعدين يرفعوا إحداثيات ويمدوا الميليشيا بمعلومات. هذا ما داير يفضحوا، ما داير يتكلموا عنهم، تقلق ان احنا جبنا زول هنا لمشكلة شخصية، ما عندنا شغلة مع زول في مشكلة شخصية. لو عندنا مشاكل شخصية بنجيبها، لكن ولا بتعرف هذا ولا بتعرف هذا، انت بتعرف عني حاجة؟ يعني انا يوم واحد جيت انا اتكلمت لك عن تفاصيلي، ها؟ فهذا موضوع بيفهم الناس القدام. شفت زول جبناه في الصفحة دي اتكلمنا عنه، اعرف انه زول ده وراه بلاوي ومهدد او قد يعني يقد الشغل، فلذلك احنا بنجيبه هنا. كان ماجد، ماجد ده انا محتار هو كيف قاعد في محور سنار، محتار والله والله. مازن ده كله ماجد، ده كله عيوب ماجد. عبد الماجد عيسى احمد علي جفون، زول سليط اللسان ومعروف في جروباتهم مع المجموعات بتاعتهم سليط اللسان، وزول يعني لسانه في اي زول، وبصير لك انه هو زول ما عارف مكمل الرجالة، لكن في الحقيقة زول سايا. زول ده انت براك عارف يعني، زول متواصل مع بقال وزول متواصل مع حرس حميتي، وما تشوف الفقفقة دي انه متواصل مع حرس حميتي عنده حاجة، لا لا ما عنده حاجة اصلا، بيضحكك في الناس زي ساكت يعني. وزول كان بيدرب مع بقال، يعني انت الليلة داير ترجع منه شنو؟ وقاعد في محور حساس زي المحور بتاع سنار ده. شوف الميليشيا دي ما حصل اخترقت منطقة واستلمتها الا بالطوابير، ونحن بعاطفتنا قاعدين نجامل يعني. لا لا يا اخو والله العظيم الكلام ده ما بيجي،
وزول داعم للجيش معاد يمكن يلبس كاكي ويكون في نص الجيش. الطوابير دي كيف؟ الطوابير دي كيف؟ الطوابير ده ما بيكون معاك ولابس لبسك وده اخطر من قاعد بعيد هناك وبنبز. لا 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 لا، شفت القاعد جوا ده لازم نفضحه. فماجد ده ماجد عبد الماجد عيسى احمد جفون ده بلاوي معانا كتيرة وبس ثابتة، ونزل لك سكرين عديل زول بحنس وببكي ما تنشر وعليك الله جاي ده. انا مسل لنا فيها راجل ومنزل له بوست في صفحته ما عارف شنو ما عارف. احنا بس ثابتة يا زول، انت زول عندك بلاوي لا يعلم بها الا الله، خطر وجودك في المنطقة دي بالذات خطر، يمرقوك من سنار دام شيء حتى. المحور ده بس بقى يعني اول حرب دي كده اللي في سنار، ليه في الوقت ده تحديدا انت في سنار؟ مع انه بيتكلم في زملائه ذاتهم التابعين للحركة، الناس الان الموجودين البقاتل في صفوف الجيش من الاسلاميين هو بيتكلم فيهم وبيدعم في شغل المقاومة يعني، وبعد ده لسانه طويل. فنحن نخليك كيف؟ ما بنخليك والله نجيبك بالسكرينات وكله موجود وبرقمك ذاته وسكريناتك لما نواجهوك بالكلام ده موجود يعني موجود يا اخواننا. الزول منتهي وما بدافع له ولا المنتهي زيه. شوف جيت تدافع عن ماجد ده معناه انت يا صاحبي عديل كده تبع ناس بقال والله العظيم، معناه انت بتحب الشغله دي وماشي فيها، جيت تدافع له وده ده انت منه. ماجد ده ناس بيتهم ذاته عارفينه، ناس بيتهم ذاته عارفينه بني ادم اول حاجه ما عنده قيمه وزول رخيص وزول كذاب ومستهبل. وبعد الليله نزلنا لك موضوع الاختلاص، زول ده اختلص قروش اكل مبالغ مالية اكل 6 مليار من الناس اللي كان شغال معاه مجغمة. زول اول حاجة قلبه ضعيف، زول يا اخي كان بيشحت باسم اخواته يا جات ده قالنا عنه انت بيشحت باسم اخواته وما عنده اي موضوع. طيب خلينا في المهم ده كان احنا بنرشه باستاذ بس ادفع منه الواحد يتكلم عنه في منشورات. حبابكم وناس جاد دي شير، اي زول في الصفحة دي شير 1800 ديل ارم منكم 1500 شير على السريع. الصفحة دي انتوا شايفينها معسمة بلاغات بالمرة، وكمان في محاولات تقيلة بتاع التهكير، اخو غسان القاعد في قطر عمل محاولة بتاع التهكير لصفحة وعامل بقى يطلع معلومات وداري دارج لماجد، في النهاية لسه رجعنا الصفحة يعني ما بتقدر تعمل حاجة. وذاك ذاته ما نافع والله سبحان الله، انا ما اعرف الناس زي العيال. عمك عبد المولود دل جاد المولود والله ما جبت راجل نهائي، غسان بتاع القوالات اللي بنقول قوالة من ما جبت راجل نهائي يا عمك والله العظيم. طيب الناس شير، قول يا شير. طيب تمام الناس الشير، عندنا مواضيع تقيلة جدا جدا اللي هو موضوع الدويلة اللي استلمت الباقرة واتهرشت، والحجة قالوا يا اخي نحن والله العظيم كنا خايفين ان الشغلة دي يكون فيها حاجات محظورة ومن حقنا كدولة نراجعها واي 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 والكلام ده. ده بعد الهرشة طبعا، ده بعد الجماعة الأصليين ديلك دخلوا في الموضوع، ده بعد الجماعة الأصليين ديلك دخلوا في الموضوع يعني كيف تمسكوا بيت حق وفوضكم منو أساسا يعني، وهذا جيش ولا ماليشيا؟ ده ما جيش. الناس الشير، الناس الشير اللي نخش في التفاصيل. الدويلة انا بسميها لك عديل، عندك المملكة العربية السعودية خايفين من زول، نحن خايفين من زول في الظاهر انها معك وبتحد بتحفر لك يعني صراحة ما عندنا حاجة يا زول. الله كان بيعترضوا البواخر التابعة للجيش، بيعترضوا التسليح، دارين يعطلوا الجيش، دارين يفرضوا حصار على الجيش، يدخلوا الجيش في عزلة. لكن الحمد لله تهرشوا، هرشت عديل يا محمد بن سلمان، الله لا سلمك يا
الله لا سلمك، الله لا سلمك، الله لا سلمك، تهرشت دولة يا زول. انت بتلعب على منو يعني؟ بتلعبوا على منو؟ نازل في الظاهر عاملين فيها حبايبنا ودايرين، ونحن بنحمي فيهم، نحن بنحمي فيهم، نايمين في قصورهم وباكلوا في الطيبات دي. وعذاكر انا بمشي هناك بفتات، فتات مبالغ ذاتها لا تسوى، بيمشي هناك بحموم، وهنا دايرين الجنجة يبلونا نحن. يجي يقول لك يلعبوا لك دور الوسيط وانهم حريصين، ويضغطوا على الجيش انه يتنازل عن بعض الشروط الوضع في جدة. انا اكون صريح معك، الايام دي في ضغوط من المجتمع الدولي على البرهان. ليه؟ لانهم لقوا دالتهم في البرهان، لقوا دالتهم في منو؟ في البرهان، ضالتهم في البرهان. البرهان بيتلفت للمجتمع الدولي، ده ارضاء للمجتمع الدولي مقابل بل شعبه. والله انا بقول لك عديل كده، البرهان داير يرضي المجتمع الدولي، ما زول بتاع دواسه وما زول بتاع خرابوش، رغم اختلافنا مع البشير، رغم اختلافنا مع البشير، وانه البشير دخلنا في الورطة دي، الى انه البشير ده كان بيشتغل شغل بتاع ركوب راس، وده الشغل اللي احنا يعني نفتقده الان، ده الشغل اللي بنفتقده الان. ما عليك الا تبل وتكون حلفاك، حلفاك ديل بامنوك، تقديم الدايرين والله العظيم بالواضح كده تشتغل شغلك، ده المفروض يحصل. لكن برهان لا، المجتمع الدولي وانظروا الى افعالهم، ودخلوا وعملوا واستباحوا، وحنقاتلهم 200 سنة، وحنقاتلهم 300 سنة، وحنقاتلهم 400 سنة. زاد ما كلام غايد يعني، ما كلام غايد، ما كلام غايد يا اخي. انت بتهدم يعني، بتصهر بخطاب نظامي زي ده، عسكري في الميدان ده يثق فيك كيف؟ يثق فيك كيف؟ سؤال، يثق فيك كيف؟ نازل دارين عين حمراء. أسس السعوديين دي اقسم بالله العظيم لو ما تدخل الجماعه دي ما كان فكوا لك هنا، جيش قاعد يقاتل معاهم هنا. اول حاجه كانت تعمل هوي اسحبوا لنا الجيش الموجود هناك ده، توجيهات يا ولدي عجبنا، الوليد عبد القادر عجبنا، اشرس ضابط مر على تاريخ الكليه الحربيه، راجل طالع دورات لا تحصى لا تعد، ما كان عديل كده، ما كان مدوره، قاعد حارس اولاد سلمان هناك ونحن هنا بنتبلى. لا وكمان بعد ده عاملين لنا فيها واقفين ضدنا، وعاملين لنا فيها يعني محايدين والكلام ده. وحتى انتهاكات الميليشيا دي قاعدين عنها الطرف، قاعدين عنها الطرف يعني. فبرهاننا ده يا اخواننا، برهاننا ده والله العظيم زول راسه. في ناس بيقول لك زول كاهن وزول بيضق البناس، هذول بدق قلبنا نحن كشعب، بس بدق قلبنا نحن كشعب، ما تقول لي كاهن ولا ما كاهن، بدق قلبنا نحن كشعب بس. حسيت من بدأت الحارب دي يوم ما شفت لك طابور حاكمه ناس الجهاز زي المسك، وضابط عظيم تابع الجيش ده، تابع للجيش، ضابط عظيم بدي احداثيات للميليشيا، عمل ليش احمد الطيب عمل ليش؟ ضباط الكتار اللي كان بدايه الاحداث في المدرعات الطوابير اتقبضوا، عملت لهم شنو؟ ما في محاسبات لحد الان. ناس ضد الجيش وقاعدين في مناطق سيطرة الجيش وبيرفعوا احداثيات وبيردموا الجيش بصفحاتهم، عملت لهم شنو؟ عملت لهم شنو يعني؟ ما شفنا ولا اي حاجة. داخلين الحرب بالنظام، والله العظيم المجتمع الدولي وحيضغطوا علينا وما عارف، ويضغطوا علينا اكتر من كده كيف؟ دي الناس بيخصفوا المستشفيات، بيخصفوا المستشفيات، مستشفيات عديل كده بيخصفوها، شغل موجه. واللي بيديهم توجيه الاحداثيات بتاعت المستشفيات دي اللي قاعدين جنب المستشفيات ذاتهم، بيرفع احداثيته وبيخلف رجل في رجل وبيشرب في جبنته. عادي ولا اي حاجه، قاعد في مناطق سيطرتك، ما خايف منك لانه ما عندك عقوبات رادعه، انت ما عندك عقوبات رادعه، ما عندك عقوبات رادعه، اللي بيدخلوا جوا الطق تلفون بفكه، قريب فلان، قريب علان، المفروض ذاته أي ضابط سواء كان تابع للجيش، تابع للجهاز، تابع للشرطة، تابع لأي حتة، يستغل وظيفته، يتوسط
ليه؟ متعاون ده ذاته المفروض شنو؟ ينظفه اول حاجه، ينظفه من الجيش. والله العظيم ده المفروض يحصل، الدروه دي المفروض تحصل، ما في حرب بقدوه بالهباله دي، دي اسمها هباله. طيب الجنجة اليوم غصفوا مستشفى دايات، وده طبعا بعد الاستعراض والاحتفال اللي اتعمل. قلنا لهم مرارا وتكرارا يا اخواننا يا اخي ما تصوروا الاحتفالات دي، ما تصوروا، هذا مو وقت احتفالات، ده وقت انجاز. تعدي الان المنطقة ملتهبة، ولحد الان الظافر ما داير يكمل، ما داير يكمل وما داير ينظف، لحد الان قاعد كويس، ما في داعي للتصوير والاحتفالات. وقته بيجي، وقته بيجي، بيجي بتم، بيجي بعد ما الجيش يتحرك يمشي ينظف لنا غرب درمان، ينظف لنا جنوب درمان، ده وقت الاحتفال بيجي. هسه الناس تعمل بصمت، يعني تعمل بصمت احتفالاتك والحياه دي، دي اصلا الجنجة مراقبيننا ومصادرهم بنقولوا لهم تناشر اي حياه مد احداثيات، يعني حيعملوا لك شنو قد حيدونوك، عشان الزول اللي قاعد في منطق سيطرتك ده ما يشعر بالامن والامان، ها؟ عشان ما يشعر بالامن والامان، وانت لسه حنين على الجماعه بتاعهم اللي قاعدين في قاعدين في المصفى، حنين على الجماعه بتاعهم اللي قاعدين في المدينه الرياضيه، حنين في الجماعه، بتحن على الجماعه بتاعهم اللي قاعدين في معسكرات واضحه، عندك عبوات ممكن تنسف محل قاعدين ديل بالمره. اقسم بالله العظيم عندك الان ال 500 جغماني دي ممكن تمسح الجمال قاعدين في المدينه الرياضيه ديل، قاعدين عادي الاهداف عادين كده قاعده. ممكن عادي تدقها، عندك ناس الجيل ديل. قاعدين هنا مهددين لك امن منطقه كامله. منطقه كامله بفرقتها بجيشها بمستنفرينها بدنيتها وبعالمينها. انت ما دار تشتغلهم، ما قلنا لك معانوا المباني دقة فضل فيه شنو؟ ما دار تشتغلها قاعد. ففي حاجات كده قلت لك عجيبة جدا جدا. فنازل الليلة طبعا قصفوا المستشفى، وننصح يا اخوان الناس ما تستعرض، ده مو وقت استعراض ولا وقت اي نعم الغرض انه الناس هي راجعة والامن والامان وتصوير الاسواق والحياة دي، لكن برضو يعني ما في داعي للكلام ده. انا اشير اخوانا عشان ندخل في بقية التفاصيل. عندك الهشابة، منطقة الهشابة، الجنجة سباحوها ونزحوا مواطنين عديل كده، دقوا الناس وامرقوا وتخارجوا وشيل ده ومدمت شيل ده وما اعرف، وسامي الطيب وحيدر قاعدين، سامي الطيب وحيدر قاعدين، وسامي الطيب ده انا اقول لك بالواضح، سامي الطيب ده طابور عديل، طابور عديل، الشيل بعمل فوقه سامي الطيب الان ده، ده اكبر دليل على انه زول طابور، طابور عديل، الزول ده ما داير اتنين يتغالطوا فوقه، والله طابور، شيل بعمل فوقه سامي ده، ومعاه حيدر قاعدين ساي نازل بيحموا بس مواقعهم العسكرية. طيب انت الان دفاعاتك دي ما برضو حيتم مهاجمتها، انت ماش ما دار تمرك تهاجم يا سامي، برضو حيجوك النازل، حيجوك في الاعوج، حيجوك في الحتات دي كلها. والله العظيم ما هي الشغلة دي كده، ينقلوا لك ناس من الضعين، ينقلوا لك ناس من نيالة، ينقلوا لك ناس من المجلد، ينقلوا لك ناس من كل هنا، يجي يوصلوا عادي يقعدوا ويتدربوا ويفكوا سلاح، وانت قاعد محتفظ ليه بقواتك، محتفظ ليه بقواتك، وما داير تشتغل يا اخواننا بالمنطق. نحن في الجبل، في جبل اولياء، كان عندنا قرابة 11 متحركات، شالوا منهم ثلاثة متحرك، ثلاثة متحرك ودوهم اتجاهات مدني والحتات دي، فضل كم؟ بقية المتحركات دي بقيادة اللواء آدم بخيت، وده أخي يا بليو مرة على تاريخ القوات المسلحة، والله يا عمك ده أنا من شفته لابس كاكي، التقول طالع من تحت عربية مع احترامنا للميكانيكية، ومربي دقنه وظاهر اللي نايف وشه، والله العظيم كويس، والله العظيم والله
قلت لهم اخواننا الزول ده والله ما زول بيعتمدوا عليه. والله يا عمك شفت زي الشياب الطالعين من المصحة ديلك قاعد. انا الليلة كعسكري. انا الليلة كعسكري. ونحن خدمنا في القصة دي. حبابك اخوتنا وفاء علي. انا كعسكري الليلة. لما نشوف غايدي بالحالة دي. لما نشوف غايدي بالحالة دي. واشوف وشو كده ما انا ذاتي محبط يعني. عندك شنو اكتر جيش كان مسلح تسليح كامل مكتمل. الكتائب اللي كان قاعدة في جبل اولية دي المتحركات دي. فجأة كده سحبوا منها جزء وقالوا يمشي مدني. فجأة كده لما هاجموا الجبل نازل ما قاتلوا انسحبوا خلوا ذخيرة ورام. عشان يدخلوا منو؟ عشان يدخلوا الجزيرة الفتيل. كويس؟ سيبك من الجزيرة عشان يدخلوا النيل الابيض ده كله الفتيل. انسحبوا. بعدها الحتة الفاتوا نزلوا فيها بعد ما انسحبوا. مشوا اتجاه القطيع برضو بيقادي بهناك الحتات دي. ها؟ تراجعوا منا. يتراجعوا منا. عشان تعرف النازل. يتراجعوا منا وقالوا للعساكر شنو؟ وزونات. عليك الله. بلد ملتهبة زي دي. والله العظيم ما اتحداهم. بلد ملتهبة زي دي. تدي إذن لعسكري منسحب. عسكري ده بده إذن في حالات معينة. العسكري ده بياخد إذن بعد ما يتخرج. عنده إذن كم وعشرين يوم. كان ضابط ولا كان فرد. بيمشي بيقعد بيغير شوية بيعمل كرامته. الناس اللي بيجوا دول بيسلم عليهم سلام 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 مبروك التخريج مبروك التخريج مبروك التخريج. يريف مع أصحابه يجي بياخد إذن في الحالة دي. عنده إذن زواج بياخد إذن في الحالة دي. دلك تكون البلد مستفيد في إجازات للضباط والأفراد برضو سنوية ممكن. لكن عسكري منسحب منسحب انسحاب ذاته يعني. عساكر كان بيبكوا بدموعهم. بعد تجي تقول لهم يا اخي والله العظيم امشوا يا اخي ان احنا اديناكم اذونات الدار يمشي عنده اهل وقريبين يمشي. تستلموا بعض العربات ها تدخلوها الدفاعات وتقول لهم قال امشوا يا اخوانا. ويجيك واحد يقول لك لا والله العظيم سامي الطيب ده ما عارف هناي الزول ده كويس. يقول لك لا والله العظيم الزول ده كويس ابراهيم ادي فرصه. ادي فرصه كيف؟ ما هم المواطنين الان هو مسؤول من حمايتهم وفي مناطق مسؤوليته في حدود مسؤوليته. الان بترد فيهم وبطلعوا فيهم زي القنم. كيف تيجي تقول لي ادي الزول ده فرصه؟ كان هو كان حيدر بتاع العمليات بتاعه ده. فرصه كيف؟ لما تسلموا النيل الابيض دي كلها كده؟ يعني ربيع بيقادم هناك فرط في جبل مويه. فرط في جبل مويه عشان يجيو على النيل الابيض. ده بي جاي بيفرط في الغوره حبه حبه بفرق في المناطق بخلي في الميليشيا دي تتمدد عشان تخنق وتحاصر وبكره الصباح تصبح يقول لك يا اخي والله العظيم النادي الانسحاب وانسحاب تكتيكي. تكتيكي بتاع شنو يا زول؟ تكتيكي بتاع شنو؟ تكتيكي بتاع شنو؟ ده شغل عجيب جدا جدا يا اخواننا. ده ما جيش احنا بنعرفه. ده ما جيش احنا بنعرفه. ما تخجل يا سامي الطيب اسلم. انت شوف شايب عمره قريب ال 90 سنة وعجايز بيطردوا فيهم عليك الله التأسي لابس الكاكي ها على يو اس اس. سؤال لابس الكاكي ده على يو اس اس معلق صقر ومعلق مقص على يو اس اس وبتتفاصح وما ادي لك قرشك مترين ها زالك ما شايل هم. انت وابراهيم جابر اقسم بالله ما شايلين هم. والله دي ما خروج ضباط في الظروف دي. والله لو شايل هم اقسم بالله العظيم كرشك ما تكون لل ماشي منك مترين ها. شوف نساء اطفال دنيا وعالمين كلهم مارقين انت قاعد. ويا ريت لو اتخذت اجراء. يا ريت لو اتخذت اجراء. قلنا لك في متحركات بتكون شقاله دي مهمتها مربوطه بالسيطره. اتقدم ارتكز اتقدم ارتكز. بتكون في تغطيه جويه ماشيه معاه. الكلام ده ليه ما في؟ اوعى تقول لي امكانيات انت متابع. لا ما امكانيات. كل الكلام ده موجود بس هم ما دارين يعملوا الكلام ده. ما دارين يعملوا الكلام ده. دارين يوروك انهم في حاله حرب مستمره. براند داير يصور للناس انه في حاله حرب مستمره وانه ما عارف الحرب دي ونحن حندفع الثمن وحليله. قال لو كل الناس زي ماتوا كانوا حيوا ناس. يعني الزول ده انا احترت فيه احترت في تفاصيله.
معقولة؟ هل يعقل؟ على العموم والله العظيم بعد ده بإمكانك تطهر منطقتك دي كلها، عندك القدرات وعندك يا اخواننا. انا ابراهيم ده لو ما متأكد من حاجة ما بقولها والله العظيم. انا كده ما متأكد من حاجة ما بقول. انا متأكد انه جيجي عنده سلاح، متأكد انه جيجي عنده قوات، متأكد دي انا متأكد منها 100% بمصادر اللي قاعدين جوا، ضباط كانوا ام افراد، ضباط كانوا ام افراد. الحمد لله الاستخبار كلها عندنا فيها ناس. يا ناس انتوا عندكم اشكالة في السلاح يا ابراهيم؟ اقسم برب العزة اشكالة في السلاح ما عندكم اشكالة في شنو يا ابراهيم؟ اشكالاتنا في التحرك، الضباط ماسكين في حاجة معينة. بقول لك لا والله نحن لو اصلا اتحركنا بامكان تتنصب لنا كماين، وحنفقد 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 والطلس بتاع النازل، وحنستنزف النازل. طيب انت زول دار تستنزفه، انت زول دار تستنزفه يا سعادتك، فاتح له خط الامداد يا اخوانا دي تيجي تقول لك عليه والله العظيم النازل ماشي ما معروف نواياهم شنو، زول راكب من المقلد وجاي يصل لحد الخرطوم، عربات عديل بتودي وبتجي، مجموعات مقسمة، ناس للشفشفة، ناس لنقل السلاح، ناس هنا مجموعات، انا جبت لك بالاسماء هنا واماكن تجمعها وريناك. لا تجي تقول قال لا والله العظيم احيانا نازل بيكونوا مواطنين، انت ما تصدر قرار لا طالع لا داخل. يعني لا يمكن ان انت تكون في حلب وفاتح لعدوك خط الامداد. دي ما حصلت اقسم بالله العظيم الا في تاريخ البرهان ورئيس هيئة أركان عثمان الحسين ده، أخي الضابط مر على طريق القوات المسلحة وأفشله، وده سبب تمسك البرهان به وريته له. ومن ناحية ثانية أطمنك، النازل بيجيبه في زخاير عندما الزري في سنار، أقسم بالله العظيم لقيته متصل عليك يا أخي اتصالات. أنا قلت الزول ماله، حصل شنو الزول ده ماله؟ والله العظيم رجعت له سعادتك ان شاء الله خير، قال لي وحياة دين وايماني. النازل هسي جابوا مستنفرين وجابوا هنا وجابوا مستجدين وجابوا هنا، بينزلوا في زخاير جديده، وجابوا عربات وجابوا دنيا وعالم. قلت له ده كله في شنو؟ والربيع بكره ممكن يصيج يخلي يدين منطقه زي السوكي الربيع في السوكي ده. يعني اتصلوا على العقيد بدل يقول له يا اخي اتقدم، قال لا ارجع، قال لا ارجع، اقسم بالله العظيم قال لا ارجع. ده العقيد المفروض منتظر اشارة يمشي يكمل، قال لا ارجع. خلى المجاهدين، خلى الاسم شنو، الناس هيئة العمليات والمستنفرين اكلوا نيم مع الميليشيا دي، كبدوا خسائر الا طلبوا فزع، حتى المرة الثالثة استلموا السوكي. يعني القوة هناك دي لو كان دخلت في السوكي كان عليه القسم، شفت الفزع الجاي منه ده ما فضل فيه ولا زول. دي القوة اللي قاعدة، قال لا دي التعليمات، رجع العقيد ورجع معاه كمية من العربات. وتجي انت تقول لي لا والله العظيم يا اخي اقل الربيع ده وما عارف ادي زول فرصة، والزول ده فرصة شنو يا زول؟ تتكلم سائل شنو؟ تكلم لنا بعاطفتك. فشغل ده شغل ممنهج، ده شغل ما طبيعي. لا من عقيد يقول لك يا ولدي اقسم بالله العظيم الشغل ده شغل ما طبيعي. في حاجة احنا ما قادرين نفهمها. لا من تشوف عدو متحرك من منطقة لمنطقة زي الناس اللي هاجموا سن جديل ماشيين بالجوازات، ديلكم الناس ماشيين يا سعادتك. العساكر بقول لهم نشتبك، بقول لهم الزول اللي بيضرب طلقة انا الليلة بوديه وبعمل ليه، وحيدور مكتب منها. سمعنا التوجيهات بضرب الطلق بضرب نار وامنعوا الكلام ده. عقد قال الكلام ده لحد ما كيكل ومعاه البيشي مشوا استلموا سنجا، واصلا ما هادوا للاستلام 200 عسكري في سنجا، 3 عربات، عربتين دوشكا، عربة 23، سحبوا الجرنفات قبل اليوم فكوا المستجدين، قال لهم لا تمشي بيوتكم ما تقاتلوا، سلحونا ما في سلاح، المخزن جي غانق بالسلاح ودنيا وعالمين. يجي مقدم يقول لهم يا اخي سلمونا ودارين نوديها سنار، وناس سنار يقول لك لا والله يا زول ده احنا ما ادينا توجيهات و الكلام ده. ده كلام غريب جدا. ما نقعد نغطي لمتين يعني.
ها نقعد نغتل امتين. فيا سامي دار تتحرك والله العظيم اتحرك. احنا لحد الان يا اخوانا انتوا يوم واحد شفتنا انا قلت ازاحة البرهان، يوم واحد قلت لك ازاحة البرهان، لسه احنا بنقول لنازل اشتغلوا اشتغلوا، بس ما دار منكم حاجة غير اشتغلوا. والله العظيم في عساكر استياء كده، بس الفك الاسم شنو طلعوا من سين جديدة عشان تشوفوا مكملين الرجالة كيف لمن جو عصروا الجماعة سلحونا ونرجعوا ما عارف شنو ما عارف شنو. في ناس استاءوا وخلوا الشغل قلمتوا بتلعبوا بينا ساي انت عسكري بستاء. اها البكات لك منو مستنفرين ونحن دايرين والاستنفار وحنكون زي الطلس بتاع البرهان العمل في وفاة في استشهاد محمد صديق، حنعمل متحركات وحنعمل متحركات. متحركات شنو يا برهان اللي بتعملها انت؟ الناس في سنجا ابيت تسلحهم تجي تقول لهم متحركات، تجي تقول لهم متحركات ان احنا حنعمل 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 حنعمل. فيا اخوان البرهان سياسي اكثر مما هو عسكري، شغال عسكري 25%. برهان اعلن المنطقه دي ما بتسقط وحتصمت بالدفاعات، والمليشيا حتخش وحتعمل وحتعمل، المجتمع الدولي حينظر وحيصنفها لنا الاسم شنو الامريكان حيصنفها لنا انه ما عارف منظمه شنو منظمه شنو. البرهان معتمد على الكلام ده، معول على منه؟ معول على الامريكان، وانت عارفهم طبعا مصلحتهم فوق كل شيء، ما عندهم لا جنبك ولا عندهم لا اي حاجه. ده موضوع عجيب جدا جدا. فيا اخواننا التطبيل ما ينفع. الان نحن عندنا جيش، جيش عظيم، عندنا جيش، جيش عظيم وجيش ثابت. شوف ناس بابانوس عملوا شنو في جنجا، ها رغم انه بابانوس تاني بالحشود حشد وجو تاني وتاني الدق وتاني الدق. والطيران برضو شوف سبحان الله، انت عارف انه الطيران برضو بقى في حتات بغنج عادوا يتكون يتحرك على منطقة بالايام ما في طيران بيجي بتعمل معه. زخائر ما في؟ لا والله زخائر موجودة، والله العظيم عدة موجودة، ويومي بجيبه والليلة جبتها ودك حديد ما عارف محل تودي وين. ها ده انا ما عارف محل تودي وين، ناس بيجوا بتحركوا على هنا. معقولة؟ الى متى يا اخي كده؟ سؤال الى متى نحن يا اخي نقعد يا اخي نداري ونقعد هناي؟ فنحن كل المطلوب الشغل، بس ما دارين حاجة غير الشغل، تشتغلوا لنا بس والله العظيم. رغم ده في ناس قاعدين يقدموا يعني شغل سمح جدا جدا، ناس بحر شغالين شغل كويس جدا جدا، ناس الجزيرة شغالين شغل كويس جدا جدا، محور معين يا هو المحور بتاع المناقل ده عشان ما نقعد نزيز على ناس. ناس يوم متقدمين يوم متقدمين يوم متقدم الليلة ده قال لهم سبع عربية، سبع عربية قال حاجة سهلة ما سهلة، مدمر لهم منظومة حاجة سهلة ما سهلة، متحركين وماشين. بقيت المحاور لا مكانك شغالين تدوين الليلة. اي نعم ناس الفاو الليلة انا اشهد لكم انكم اشتغلتوا تدوين كويس جدا جدا، كذلك ناس النار بغادي اشتغلوا تدوين، جبلوية برضو اشتغلتوا تدوين، ادندر اشتغلتوا تدوين. طيب وين التحرك الارضي؟ ليه ما دار تتحرك؟ كذا سؤال، ليه بس ما دار تتحرك؟ لنا تحرك ارضي، سؤال بس تحرك لنا يا اخي، نحن دارين منك تحرك. هاي عساكر بقول لك اتحرك لنا، نحور المناقل التحيه ديل ابطال واسود اقسم بالله العظيم. يا اخوانا الناس الشير شايف اللايف ده عليه هجوم ثقيل، وبهاجمونا منو بهاجمونا؟ ناس الجيش ذاتهم احيانا ما دارين الحياه تتقال. شفت مطبلات الجيش؟ ها بقول لك لا ابراهيم ده ما بيسكت، نسكت لازم نسكت على الاذى، ما اسكت انا على الاذى ده لو عجبك. وانا اقسم بالله لازم اتجزى معاه الى شفت نهايه المعركه دي. لكن اي ضابط يغنف يعمل حركه بحركتين ما بنسكت، ولا لك عديل كده. الناس الشير اخوانا، الناس الشير الناس الشير شاف اللايف ده عليه هجوم ثقيله جدا جدا، دي الحقيقه الشغل لنا. سلوى باشر يديك العافية. مساغات اخواننا على شير، لان اللايف ده ولايك، لان اللايف ده شايفه يتردم حتى فيه كم انا ما عارف. طيب نمر على الموقف العمليات سريعا كده. عندك في الجزيرة المحور بتاع المناقل الليلة مدمر
سبع عربات ومحيط منظومة. عندك برضو في جبل موية برضو في عدد من العربات تم تدمير بواسطة القصف المدفعي. ناس الفاو برضو دول شغالين تدوين تقيل جدا جدا. اما خلاف ذلك ما في حاجة. سيناريو امن مطمئنة ما في اي حاجة. طيب ما في تحرك اتجاه سنجة. الجيش في الدندر محتفظ بموقعه قاعد في غورة كده خارج سنجة بعيد خارج الدندر بعيد. الربيع لحد الان ما دارت توجيهات بالتحرك. طيب عندك اسمه شنو بحري. بحري في شغل ما شاء الله تبارك الله. العمل الخاص بحري خجلتونا والله العظيم خجلتونا واشتغلتوا شغل اقسم بالله ما شاء الله تبارك الله. التحية لكم والتحية لقياداتكم والتحية للمواطنين والتحية للمستنفرين والتحية لجميع الابطال الموجودين هناك. تجي احنا بنعرف نازل بيشتغلوا ليل نهار اي زمن بيشتغلوا احداثيات الفل. المسيرات برضو عاملوا شغل كويس جدا جدا. في هدف في الدقة في الجيلي اكتر من 3 عربات تم تدميرها. بالاضافة في دفار برضو في الجيلي بتاع زخاير تم تدميره. جنوب الخرطوم الدنجة جنوب الخرطوم ما عندهم حاجة لكن عمليات ارضية ما في. في شغل مدفعي قل اليوم بس لكن الايام اللي فاتت دي كان باستمرار وكان مثمر تجاه المدينة الرياضية وجنوب الحزام بصورة مستمرة. خلاف ذلك ما في اي حاجة. غربي ام درمان في عمليات ارضية بسيطة. الجيش بحر التقدم لكن بالشارع وبالزقاقات لانه دي حرب بتاعت مدن والعساكر اللي هناك بدهموا من دي القلة صراحة. ونحن تكلمنا عن الستر. ستر يا سعادته الظافر عندكم ستر قبل اليوم. الستر دي استلمتوها ادوا ناس العمل الخاص زل خليه يشتغلوا بالستر دي. وده شغل بتاع شنو ده ستر دارين تبيعوه ولا دارين تعرضوه تقولوا ودي كانت حقة الملك. ادوا ناس زل الستر خليهم يمشوا داهموا. تحية للاحتياط المركزي هناك التحية للعمل الخاص التحية لكل الناس الشغالين هناك ديل عمل خاص زي ما قوات مشكلهم. برضو التحية للمدفعية الايام دي برضو رجمكم كويس جدا جدا. الجنجة لا زالوا قاعدين اخواننا في تواجد للجنجة لكن تواجد بسيط تواجد بسيط. والكلام ده بسبب القيادات ما دارين يشتغلوا. قرب ام درمان جنوب ام درمان ما في تقدم. جنوب ام درمان ما في تقدم. جنوب ام درمان الجيش في محله ذكرناه قبل اليوم. الجماعة قالوا لا ما تكشف ارتكازات الجيش. طيب ما في مشكلة. خارج العاصمة خارج العاصمة عندك النيل الابيض الحتات دي الميليشيا يوميا بتنتهك الغورة. وسام الطيب وسعادته حيدر عندهم رأي اخر ما دام يتحركوا ارضيا ومنتظرين الميليشيا تجيهم في دفاعاتهم. وانا خوفي النازل يقولوا ذاته يا اخي ما في ضرب الا تشوف النازل قدامك. ما في قادة كده بقول لك ما تضرب ساي وما تضرب الا تشوف العدو قدامك حتى تضرب. عادي في ضباط ممكن اقول لك كده يعني. ناس بيشردوا فيهم في القرى والميليشيا فعلت الافاعيل والنهب والاساءات والجلد والاستحقار وده كله. واتنين لواء قاعدين اتنين لواء سامي الطيب وحيدر قاعدين في النيل الابيض بجيشهم الكثير ده وبسلاحهم التقيل ده قاعدين ما عملوا اي حاجه. طيب بابا نوسى دارت فيها كان معارك ومرتدات كان من الجنجة وتم التعامل معاه الحمد لله. والكلام ده ما اليوم يعني ما في اي حاجة. عندك حتى الجيش قاعد مشط في بابا نوسى يعني كل الطلس بتاع الجنجة اللي كان بيعمله فوق ده كله سواقة بالخلص هاي كله سواقة بالخلص هاي. يقعدوا يشبكوا عليك يا اخي الله العظيم احنا معارف الان جوا بابا نوسى. وانت قاعد تصور من الخلطة تقول لي جوا بابا نوسى. وانت بابا نوسى ده من كنت بتهاجمها بالالاف ما قدرت تعمل لها حاجه. هسه قدرت تعمل لها حاجه. التحيه لمعاوي ولدرموت والرحمه والمغفره للشهداء وعجل الشفاء للجرحى. الفاشل ما فيها حاجه. الفاشل تسللات على خفيف رغم انه الميليشيا حاولت تغير اساليبها في التسللات لكن برضه بتم التعامل معاه. ما هو انا هناك في مشتركه وفي ناس اساسا في ناس دارين دواس في ناس توجيهاتهم في يدهم. عشان كده المهمة صعبت على الميليشيا بل انه الميليشيا دخلت في فتيل بسبب العقيدة القتالية اللي بتمتعوا بها الناس اللي هناك دي.
كله مشترك على جيش على مواطنين، مشترك على جيش على مواطن التحلم، ماليشيا حول الفاشر امور جايته، ما عندهم اي حاجه، قياده موحده ما في. ها عندهم ازمه في المشاكل في المويه، مشاكل بيناتهم، خلافاتهم، انسحابات، رغم انه في الضعين في الحتات دي قالوا اذا بيجي منسحب تتم تصفيته، لكن وين ده كلام ساكت. وادي انبار الحتات دي كله مشتركه، ما في اي كلام، ما في اي كلام. التحالف، وما ننسى انه الميليشيا اليوم يعني ارتكبت يعني حماقة، وكالعادة ده ديدنة، قصفت مستشفى الدايات، ونحن بنقول يا اخي والله العظيم الناس ما تصور ما تساعد الميليشيا بالمعلومات الجاهزة. تصوير ده ما يتملكت الميليشيا معلومة، هو الميليشيا عندهم احداثات، ما عندهم احداثات، احداثاتهم دايما بتجي من الطوابير اللي قاعدين جواكم، وبتجي من الفيديوهات بتاعتكم اللي بترفع دي. جيش ماشي ما تصوروا احتفاليات تشوفونه وهنا، ده ما بنفع. بعد المنطقة يتم اعلانها وتدق فيها المزيقة، ها ويتم اعلانها انها منطقة يعني خالية من الجنجة، بعدين صور اعمل الدار تعمله، ما عندنا اي مشكلة، ده المطلوب يعني. ولحد هنا اخواننا ونقيف، ولا نلتقي غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.